حسين منوبي هذا الطرف اللي انا بديت تتبتي من المصور حسن 20 سنه تراك ما اعرف قديمه برشا كما قلت اكثر من 20 سنه كابتن وكاو في الستاد وفرحت برشا بالمحل هذا ان شاء الله مبروك عايش ما شفتش كيفه في تونس والكل ودور ظهر البر في العالم انت. العالم درته و الاسباس هذا الحلو قليل في تلقاه قليل يعني كنت كما قلت لكم مشيت للجابون تلقى الاسباس هذا وتلقى جو اما جامي نفكر في تونس باش نقول واش خص كان في تونس سير شيء عندنا الشيء هذا الحمد لله ايبا هاني اليوم جيت نسمع الناس كنت تطلق برا هوليود كما قلت لك في الستاد الناس اللي على المدار برا الهوليود برا هيا خلنا نمشي بالرغم من انت تعرف يقبل الناس كلها بالطبيعة بعدين احنا يا حسن 20 سنة ما عرفت يا حسن عاد كي جيت والله انبهرت ايش قول كل شيء الماركة الماركة الكل موجودة الاسوان ان شاء الله الاسوان هايلين بالاخص الاستقبال نتاعك لا تدري يجينا هذا الشيء تعرفه انت خارق العاده ما فماش هكا معناتها من القلب للقلب ان شاء الله معك ليونيت كل تبدا ليونيت كل تعرفنا كيك الحمد لله سورتو الصغار تو احنا خلينا باينه بالضبط صحيح هذا هو السيح الصغار تشرهم في حتى حتى باهي حتى باش المستوى نتاع التصوير في تونس يعلى لا والله لك نعطيك حاجه ما شاء الله فما دي جون توا تبارك الله عليهم ماشي منهم ولدك توا زاد هكا تسوى مره تدز في كذا مي كومين فما كيف برشا راهم دي جيني لهنا كيما يلقاش الماتريال لازم الماتريال والاحاطه الزوز راهو الخبره بتاعنا توا كيما انت الخبره توا مثلا تنجم انت فما دي سيمينات باش نحضر فيهم انا كذا وحكايه لي جون تاع ديزاين تاع كذا تاع الفاسون باش نحكيو لهم كيفاش يزمو يبدا يتعامل كيفاش راهو عنده هو خاطر شلون احنا بالصنعه راهو جبناه بالصنعه ما نجمش نفك لك حد في العالم فرحة صحيح بالضبط بالضبط اكزاكتومون خويا مرحبا بك هذايا راه سي نعاودها الله يرحم ابوها المنوبي هذايا توا سي حسني المنوبي ومازال فما ولده عمر وكلها تسلسل عائلة كاملة فما بابا 50 سنة في السنة انا توا 45 سنة ما شاء الله 95 لحد الان كنت انت نعرفك عندي 20 25 سنة تبارك الله حسن نحب نتوجه للصغار يجاو وياخذوا الخبره تاخذوا الخبره وتتغرموا بالتصوير وان شاء الله لا باس المهم فرحان عايش ربي يبارك فيك عايشك عايشك يا رحمه والديك ميرسي